بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. في بني إسرائيل كان هناك صالحون وفجار كافرون، ومن الصالحين اصطفى الله عز وجل آل عمران. آل عمران عائلة صالحة اصطفاها الله عز وجل من بين الناس واختارها، فكانوا قوما صالحين وسلالة صالحة، كما قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وعمران هذا رجل صالح، أحد صالحيهم وكهنتهم، وزوجته كانت لا تلد. أما عمران فهو يصل في سلالته في نسبه إلى سليمان بن داود عليهما السلام، وكانت زوجته لا تلد، لا تحبل ولا تحمل، فإذا بها يوم من الأيام ترى في طريقها طائرا يطعم فرخه. رأت الطير مع فرخه كيف يطعمه، فكأنها اشتهت الولد، تمنت أن يكون لها ولد مثل هذا الطفل، مثل هذا الفرخ مع أمه، فدعت ربها جل وعلا أن يرزقها الولد، وكانت قد كبرت في السن، فطلبت من ربها أن يرزقها الولد، ونذرت، نذرت إذا جاءها ولد أن تجعله لله عز وجل خالصا في خدمة بيت الله. وكانوا في عادتهم من أراد أن يندر الولد لله يجعله خادما في بيت المقدس، سدنة خدم لبيت المقدس، يخدمون المصلين، العباد، الركع السجد، هم يتعبدون الله عز وجل ويخدمون بيت الله عز وجل، بيت المقدس. فإذا بها تنذر ما في بطنها لله عز وجل إن هي حملت، وفعلا تمر الأيام فإذا هي تحمل ويكون في بطنها ولد، فنذرته لله عز وجل. إذ قالت امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم ما إن ولدت إلا وهي ترى الطفل المولود أنثى وليس ذكر، وكان عادتهم الخدم من الذكور، أولاد ذكور، أما الآن فهي أنثى، ماذا تفعل، ماذا تصنع؟ فقالت لربها: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله عز وجل أعلم أنها ولدت أنثى وليس الذكر كالأنثى في الخدمة. الذكر له خصائص والأنثى لها خصائص، كل واحد يتميز، ليس فقط في خدمة بيت المقدس، بل هناك خصائص تميز بها الذكر وهناك أمور تميز بها الأنثى، كل واحد له مميزات وخصائص. قال الله جل وعلا أن امرأة عمران، زوجة عمران، سمتها ما إن ولدتها سمتها مريم، وأعاذتها بالله عز وجل وذريتها، كل من يأتي من ذريتها أعاذتهم من الشيطان الرجيم، وقبل الله عز وجل دعاءها. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقبل الله دعاءها. ما من مولود، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا والشيطان يمسه ينخسه حين يولد، الشيطان من حقده ينخسه بيده بأصبعه، قال فيستهل صارخا من مس الشيطان. إلا مريم وابنها عليهما السلام، لأن أم مريم أعاذتها بالله وذريتها من الشيطان الرجيم، ومريم ليس لها من الذرية إلا عيسى ابن مريم، وعيسى لم يتزوج حتى ينجب، فتوقفت الذرية، ولهذا استجاب الله عز وجل دعاءها.
فتقبلها ربها بقبول حسن. ولدت هذه البنت، وبعد أن أرضعتها أرادت الآن، بعد أن شبت البنت أرادت أن تضعها الآن في بيت المقدس خالصة لله عز وجل، فقط تتعبد وتخدم الناس في بيت المقدس. فلما علم الناس بهذا كل منهم أراد أن يتكفل بها، لأنها بنت ليست كالذكور، لابد أن يكون هناك رجل يتكفل برعايتها وبإطعامها وشرابها وبكل شيء. فجاء الآن الكهان وجاء العباد وجاء الصالحون، كل يتقدم لكفالة هذه الطفلة، لأن الأسرة معروفة بالعبادة. فممن جاء نبي الله زكريا عليه السلام الذي ذكرنا قصته في الدرس الماضي، هذا قبل أن يقتل. زكريا عليه السلام هو زوج أخت مريم، مريم ابنة عمران لها أخت، وتزوج أختها من تزوجها زكريا عليه السلام. فعيسى عليه السلام مع يحيى ابن زكريا أبناء خاله، يحيى عليه السلام مع عيسى عليه السلام أبناء خاله، أم عيسى أي مريم وأم يحيى أخوات. فجاء زكريا عليه السلام قال أريد أن أتكفل بها، فجاء العباد والكهنة قالوا لا نؤثرك، نحن أيضا نريد أن نتكفل بها. يعلمون أن الأسرة صالحة، أن النبت صالح وطيب، فكل منهم أراد أن يتشرف بكفالتها. فقال نبي الله بل أنا، قالوا نقترع نعمل قرعة. كيف القرعة؟ كل واحد يأتي بقلمه، عندهم أقلام، قالوا نضع أقلامنا ويأتي طفل صغير لم يبلغ الحلم يختار أي قلم. فكلما جاء الطفل يختار قلم، اختار قلم من؟ زكريا عليه السلام. وقيل طريقة أخرى، رموا أقلامهم في النهر، قالوا نرمي أقلامنا في النهر ومن تقع عليه القرعة هو الذي يجري قلمه ضد اتجاه النهر. وكلما رموا أقلامهم في النهر 3 مرات يرجع قلم زكريا عليه السلام عكس اتجاه النهر، فعلموا أن المختار هو زكريا عليه السلام، فتكفلها. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فجاء بها زكريا عليه السلام فوضعها في مكان شريف في بيت المقدس، في ذلك المكان العظيم جعل لها مكان مثل المحراب مرتفع تتعبد الله عز وجل فيه، ثم تقوم بالخدمة. وقت الخدمة لها مناوبة، كل واحد له وقت، هي تخدم في بيت المقدس وأوقات الفراغ تتفرغ للعبادة. وزكريا عليه السلام يأتيها بالطعام والشراب يتكفل بها. وحصل أمر غريب، كبرت هذه الفتاة، كبرت مريم عليها السلام، فكانوا يرون عندها كرامات، أمور غريبة، تميزت بالعبادة، تميزت بالعفة، تميزت هذه الشابة ليست كغيرها. وكان كلما دخل عليها زكريا يريد أن يأتيها بالطعام يجد عندها طعام، والأمر غريب، طعام الشتاء بالصيف وطعام الصيف بالشتاء. فسألها زكريا عليه السلام من أين لك هذا؟ من يأتيك بالطعام؟ فقالت لا أحد. قال كيف؟ قالت هو من عند الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم لا زالت مريم العذراء تكمل بالعبادة وبالذكر وبالدعاء وبطهارتها وعفتها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. الله جل وعلا يثني على مريم. يوم من الأيام وهي قائمة تصلي جاءتها الملائكة فبشرتها، هي تذكر ربها وتسبح وتسجد لله، جاءتها الملائكة فقالت لها يا مريم يا مريم، فالتفتت من الذي يناديها؟ إنه الملائكة. قالت يا مريم، جاءتها الملائكة ببشارة، أي بشارة هذه؟ قالت الملائكة
يا مريم إن الله اصطفاك. الله جل وعلا اختارك من بين الناس، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاها الله عز وجل مرتين وطهرها واختارها من بين نساء العالمين فصارت من خير النساء، واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأخبر النبي أن أفضل أربع نساء قال مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد، وقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أثنى على نساء، نساء ليسوا كغيرهن من النساء. بعد أن اختارها الله عز وجل أمرتها الملائكة بالقنوت والسجود والركوع والعبادة لله عز وجل. يوم من الأيام كانت مريم لا تخرج، مريم عليها السلام لا تخرج من بيت المقدس إلا لحاجة، وإلا هي فقط في المسجد تتعبد الله عز وجل وتخدم بيت الله. وكانت في هذه المرة خرجت لحاجة فابتعدت عن بيت المقدس، فإذا بها ترى رجلا. من هذا الرجل؟ قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا كنت تخاف من الله عز وجل وتتقي الله أنا أستغيث وألجأ إلى الله عز وجل حتى يمنعني من الضرر منك. فقال لها من هذا الرجل؟ إنه جبريل عليه السلام، تمثل لها بصورة بشر. قال يا مريم إنما أنا رسول ربك، أنا جبريل. قالت ما الذي جاء بك؟ قال لأهب لك غلاما زكيا. فغضبت، غلام؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، ما كنت متزوجة ولا كنت عاهرة حتى يأتيني غلام. انظر ماذا يقول الله عز وجل في هذا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. حياء وعفة، معنى البشارة من الله أن يأتيها غلام من الله عز وجل. مع هذا عندها سمعتها وشرفها وعفتها أعظم من هذه البشارة. كيف تأتيني بغلام؟ ماذا يقول الناس عني؟ اليوم بعض النساء لا تبالي، لا تبالي إن تلطخت سمعتها، إن تلوثت كرامتها، إن ضاعت عفتها. في هذه الأيام بعض النساء لا تبالي، أما مريم فهي من خير نساء العالمين. فرد عليها جبريل فقال كذلك قال ربك، كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. أي هذا الطفل وهذا الولد سوف يكون آية، معجزة، علامة للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. الأمر انتهى. فنفخ جبريل في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كأنها حملت من رجل. فلما حملت انتبذت به مكانا قصيا، صارت لا ترى الناس ولا الناس يرونها. فجاءت يوم من الأيام فوجدت من؟ أم يحيى أختها، وكانت قد حملت مثلها بيحيى في هذا الوقت. يحيى ابن من؟ ابن زكريا. قالت يا أختي أنت حامل؟ قالت نعم. فقالت أم يحيى أنت كذلك يا مريم؟ كأنك قد حملت. فقالت لها نعم. فقالت أم يحيى أخت مريم، قالت إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك.
تعظيما وتشريفا كان في شرعهم جائز السجود من باب التكريم، أما في شرعنا لا يجوز. قالت: كأني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. فضمتها وعانقتها وأخذت تبكيان مصدقا بكلمة من الله. أما زكريا شك بالأمر، شعر بها. مريم العذراء، مريم التي انتشر صيتها بين الناس، العفيفة الطاهرة، حملت. الله أكبر، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ فجاء زكريا يوم من الأيام نبي الله فجلس عندها فأخذ يلمح لها، قال لها: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ هل يمكن أن يكون زرع من غير بذر؟ فقالت له: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ أول زرع على وجه الأرض من خلقه؟ كأنها فهمت ماذا يريد بسؤاله، وردت عليه بصدق، قالت: نعم، يمكن أن يكون هذا. قال لها سؤال ثاني، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر، من غير أب يعني؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. فقال لها: أخبريني خبرك يا مريم، أخبريني بهذا الحمل. قالت: يا نبي الله، إن الله بشرني. قال: بما بشرك يا مريم؟ قالت: بشرني بكلمة منه اسمه المسيح، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا، وكهلا ومن الصالحين. وتمر الأيام فيأتي مريم العذراء المخاض، جاء وقت المخاض الآن، جاء وقت الولادة. فخرجت فابتعدت وذهبت إلى مكان يسمى بيت لحم، قريب عند بيت المقدس بيت لحم، فجلست عند جذع نخلة بعيدة عن الناس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فإذا بها تبكي وتقول: يا ليتني ما خلقت قبل هذا، يا ليتني لم أولد أصلا، يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بدأت الولادة فإذا بجبريل، يقال جبريل ويقال عيسى بن مريم نفسه، يصبرها جبريل يقول لها، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. عندك هذا النهر تشربين منه كما شئت، لا تخافي ولا تحزني. ثم الطعام، وهي مستندة إلى جذع نخلة، نخلة باسقة طويلة، وهي في حالة نفاس وولادة ومتعبة ومجهدة، يقول لها جبريل، إن صح أنه جبريل، يقول لها المنادي: وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في هذه الحالة هل تستطيع أن تهز شجرة نخلة فيتساقط منه الرطب؟ الرجال ما يستطيعون، كيف بامرأة وفي هذه الحالة الضعيفة؟ القضية فقط سبب، أنت ابذليه والبقية على الله عز وجل. فإذا الرطب يتساقط، ويقولون التي تلد يفضل أن تأكل من الرطب، هذا يقويها وينشطها ويعيد لها صحتها وعافيتها في حالة النفاس، تشرب من النهر وتأكل من الرطب، فكلي واشربي وقري عينا. طيب ماذا أقول إذا رآني الناس وعندي طفل، طفل من هذا؟ قال لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لن أتكلم، أنا نذرت للرحمن أنني صائمة، صائمة عن الكلام. فإذا بها تمشي بيدها طفل، يقولون بعد النفاس، يقول نفس الوقت، افتقدوا مريم عليها السلام، يبحثون عنها فوجدوها بعد أيام قد أتتهم، والغريب أنها تحمل طفلا والناس يكبرون: ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ مريم، مريم ولدت وهي لم تتزوج، لا إله إلا الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فأتت به وهي تحمل الطفل. قالوا: يا مريم،
يا مريم ماذا فعلت؟ لقد جئت شيئا فريا، ورآها قوم سوء اتهموها. قال هذا شيء فري، هذا شيء عظيم، جريمة كبرى. ما كان أبوك يا أخت هارون. وذكروها بهارون أخ من إخوانها، وقالوا أحد العباد وقالوا أخ من إخوانها يا أخت هارون، وكان هارون عابدا صالحا. ما كان أبوك امرأ سوء، يعني أبوك من العباد، وما كانت أمك بغية، أمك طاهرة عفيفة، كيف فعلت هذا الفعل؟ فأشارت إلى الطفل الرضيع الذي للتو ولد، فقالوا يعني كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أيضا فعلت هذه الجريمة الكبرى، وما تريدين أن تكلمين وتشيرين إلى طفل رضيع؟ يا مريم قولي غير هذا، افعلي غير هذا الفعل، تشيرين إلى طفل رضيع وأنت جئت بجريمة وبشيء فري، بشيء عظيم. فإذا بهذا الرضيع ينطقه الرب جل وعلا والناس يستمعون، طفل رضيع للتو ولد، تخيلوا هذا المنظر. وماذا يقول؟ كلام من أفصح الكلام. يقول عيسى بن مريم قال إني عبد الله، أول كلمة قالها إني عبد الله، لا ترفعوني أكثر من هذه المنزلة، أنا أتشرف بأنني عبد لله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، حتى يهون على أمه، حتى يهون على مريم عليها السلام، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر، من هذا الذي ينطق ذلك؟ عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ثم قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم، يقول عيسى لهم الآن وهو رضيع، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.